منذ بدء المؤامرة على سوريا، والإرهابيون لا يدخرون جهداً لتحويل كل ما تطاله أيديهم إلى وسيلة تستخدم لسفك الدماء. هنا في بساتين اللوان في المزة، ضبطت الجهات المختصة ورش حدادة حولها الإرهابيون إلى آلة للموت يتم من خلاله تصنيع وتخزين القذائف التي يتم إطلاقها على الأحياء السكنية. وكان مما ضبطته الجهات المختصة كميات كبيرة من المواد المتفجرة المخبأة داخل علب لبضائع بغية تمويهها، كما تم العثور على عدد من القذائف قبل أن يتم استخدامها وإطلاقها باتجاه الأحياء السكنية. من جديد تؤكد المجموعات الإرهابية على الحقد الأعمى لسفك الدماء، ومن جديد أيضا تثبت الجهات المختصة أنها ستبقى بالمرصاد لكل هذه المحاولات الإجرامية.